من بعد حلمان هذا شرفت له شو كتبه صحافته مرتدى وحا إنه بلامي كفرني كل شيء أفترض يقراه وكيلا وحا أنا نقول الله وقت بدل ما يسنو سيدي دبا مدحيلات كاني قبل قبل كله وياي وقتي كي دور شدرا كابي هو ينقص هيا بيش الصوص حطروا بيش بركة سيد رمضان سيد معني ذو حوي واحد ما يسمنا بالغرة بيش أمريكا وحنو قب أجندة هي إن نسكو بين شورت أن شاب واحد كوبن ولا جا أرجع لك رو أما دور غضب ولا جا أرجع لك رو إنه كوبن أيام نقول سو جديد وحال صوغاتي صدح غضب غضب واحد ويان وربحنتي سيدا عادي قاعد وربحنتي شو كدونك لا بدي كفرني أما كفرني جوارة يكفر وانت ولا حسي وما سنتين إلى تي أكيد يسيني كلا جوين جوكت ده صوبتوا عدد كل حسي كم قناعين كلا سارد مرشحين يو وحلا مدا مركا لا بدي غضب جوارة أينو إذا أينو وآه وربحته شو كدوك أو كدو اللي جوكتها أنا حكيت تبع كدو اللي جوكتها روح عمله تيادة اللي سكده وحمل الله ما خبرنا مرشحين ما لهم شو قصده وربحته شو كدوك ما كلا بحيو ويانستا مسؤولية حكومة ده و very important إمك أنا قلب كاس وقلب كلام هذا وحكوية هاي أنا وأدار الله يقول تقول ما بشرة أرن آد نوخ سيا أي ترى أو أه كوفيد 19 أما كورونا فيروس كي أو آد صوبتي أو سومالي سومال لام بكو صوبتي أو دات كتير أبتر أقول لي ليا إلى أن وحكوا رئيسنا هل كان مرنا يا بوتي كورونا فيروس كوفيد 19 يو سير كان ما سير كعافماتو أنا كأي أنا حكبا ما هو أنا إنتي أنا سكان للحين أنا روح لمانا بل إن دولة تبدأ تدريد قلنا دفلت أي وربحنا سيسو أنا قلنا أن تدك وعي كلينو أو أنا قلنا معارضة كده ما المعارضة لقى ضيع ما صوت أسامو وجهد دويني كوفيد 19 أنا قو تويتر كا أو في إنجليز هاي تدك وعي كليا وما هو بكعادة أو نرى هذا كور نقصه يا أيه دياس برا ده وريدي كورس الصوب باري هانو يا مانينا مركا قلب كأو يدي است مسؤوليته و very important شو كده كور بعدين لما ده مركا لعبه قلب كسر دحات إيه مشاريع رشاعي كلها خريها وعن كل شيء كوبلها واحد جزء واحد كتير مدن يا إن الوضع ورب تركوب كيش على إيه وذلك يه بنشن كي إلا تركي لتركوبه إما كبنشن كي كار كي سومالي لان إداد اللي قبل تلي يوالي جوجي مرة نوت لي وزيركا وزيركو عيانكا لما يقول له وحيولي ما بدلي إنو كاركا دادي سصوتها لما لما دادي بو يرينا وحسنا يه بنشن يانو قل وحي ماسكا قواني يانكرو ما يتدكي أنا وهوينا مركا ما دام يتاسي صحته شغالين التي وانقلني بيش كيلا سميني حيركي شغالها دولة هو very important مهمة قالوا ما تقولي دلك حيركا أنا قاك عانتكو هيدنا دانو كل قاعد ما قلتو قاعد ما بشغل ناي واكا almost وانا قد ديار إن يرو المرينو قلناك باهي هاي قلتو قيبو وانو شغالو قلينا waxaan doonaynaa kaan looga horeeyo ama kalabaad laga dhigo si aan halka warbixinta uga jeedino xeerkan aan u waasixin kaas waa koob aniga xeer aan bariga hore si ugu nuuxnuuxsaday si aad la jirtaa waxa waa xeerka ka hortaga iyo xakamaynta ka ganacsiga taariibka dadka arrinkaas waa ogtiin important أما مهمت قارة يدل كلية ركبة أوصى ما يستي قوارد اللي يرانو هوينك أو اللي يرانو
saxaraha suudaan iyo liibiya meelahaasaa dhalinyarada lagu qabsan maal warba waxaa la soo dhigaa waxaa la soo dhigaa whatsapp baa loo soo dhigayaa faamiligii ilmihoo la garaacayo every day haddaanu xildhibaanada nahay dhib gaaray nagu haysa dadkiina doortay baa nale lacagta wax ku soo darsada dee baalaga yaree mushaarkaanu qaadanabu wuxuu baanu waxaanu ku bixinnaa uni qaaraanka dadka lagu qabsado suudaan iyo liibiya dhexdooda marka waxaan odhan lahaa xeerkaasi waa very important muhiimad gaar u leeyahay anigu waxaan odhan lahaa marka labadaa xeer xeerka aan soo sheegay ee shaqaalaha dowladda oo muhiimaddiisu maanta taagan tahay oo aad ogtihiin in xataa dowladihii hoose iyo meelihi kasta layii shaqada joojiya shaqaalaha ayaa la diiwaangelinayaa iyagoo isticmaalaya xeerkii gobolladii degmooyinka ayaa howlo iminka waa iska fadhihi dowladdii hoose maadaama doorashada gelayo vacuum baa jira vacuumkaas waxtaa keenta waxa weeyaan waxaa galay hay-adii shaqaalaha iyaga oo shaqaalihii hore qaatay shaqaalihii dambe marka shaqal ma socoto ilaa tirakoobkaasi dhammaado marka xeerka shaqaalaha dowladda kow xeerka tahriibta ka hortagga tahriibta iyo ka ganacsiga dadka waa modern slavery waa mutaqaanaaye midab kala gumaysi cusub ama cabiidan cusub oo iminka adduunyada ku soo kordhay baashan la yidhaha tahriibta oo dadkii baa laga ganacsanaya marka xeerka ka hortagga iyo xakamaynta iyo ka ganacsiga iyo tahriibka dadka iyo xeerka shaqaalaha ayaan ku soo koobayaa labadaas bilka labada doodooda asixitooda bisha march oo maanta ah 7/23 ayaa inoo hadhay 23 labadaa xeer aynu ku dhammayno iyo labada warbixinood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.